من المعروف لدى الجميع أن الواقع الصحي في العراق يمر بمرحلة عصيبة جدا من سيء إلى أسوأ، وهذا أدى إلى سوء الواقع الصحي وصعوبة توفير الخدمات الطبية إلى المواطنين والمرضى. ونحن بدورنا كأطباء نشعر باللحمة الوطنية والإنسانية، ونحاول أن نوصل صوتنا إلى جميع العالم، إلى وزارة الصحة، إلى رئاسة الوزراء، إلى جميع الجهات المعنية، بأن أطباء العراق يسعون دائماً إلى المطالبة بتحسين الواقع الصحي. اجتمعنا هذا اليوم 26/9 يوم الخميس للمطالبة بتحسين الواقع الصحي أولاً، لأن الواقع الصحي يمر من سيء إلى أسوأ. ثانياً توفير الأدوية المنقذة للحياة، وخصوصاً الأدوية الأمراض السرطانية، فكما نعرف أن السرطان ينتشر في العراق وبنسبة متزايدة مستمرة، وعدم وجود وتوفر هذه الأدوية في المستشفيات يؤدي إلى موت المواطنين العراقيين. ولذلك نحن من هذا المنبر نطالب بتوفير الأدوية السرطانية، وكذلك توفر الأجهزة والأدوات التي من شأنها تشخيص الأمراض والحصول على المرض بشكل سريع، وتحديد المرض بشكل سريع. نعرف جميعا أن أغلب المستشفيات بنيت منذ الستينات والسبعينات، ولا زال العراق متأخر جدا، ولذلك نحن من هنا نطالب أيضا ببناء مستشفيات جديدة وتوفير أجهزة التشخيص والتحاليل المختبرية، وكذلك نطالب باستمرار التعيين المركزي للأطباء. هناك حملة تحاول أن توقف التعيين المركزي للأطباء. العراق حاليا يمر بنقص شديد واحتياج شديد للأطباء. نحن نعاني في المستشفيات من نقص الشديد الحاصل في الأطباء، وهذا يؤدي إلى زيادة الخفارات على الطبيب المقيم. تصل خفارات الطبيب المقيم الواحد إلى 20 خفارة في الشهر، وإلى 17 خفارة في الشهر لمدة 18 ساعة متوالية. يعني إحنا كلنا نعرف إنه المريض يحتاج رعاية صحية، يحتاج عناية طبية، يحتاج أسلوب، يحتاج حوار، يحتاج ابتسامة. إذا أنت طبيب وتلزم خفارة لمدة 18 ساعة متواصلة، عمل لمدة 18 ساعة متواصلة، شلون راح تقدر تقدم لهاي الخدمة؟ جهدياً، فكرياً، عملياً، ميدانياً ما راح تقدر تقدم هذه الخدمة. ولذلك نحن نطالب بزيادة عدد الأطباء واستمرار التعيين المركزي لهم. هاي المظاهرة الأولى التي اجتمع فيها الأطباء من مختلف محافظات العراق، من جميع المحافظات العراقية، للوقوف والمطالبة بأهم القضايا التي تخص المواطن وتخص الأطباء. يومية 120 130 طفل ومشمولة بالمخصصات 30%، ما أخذيها من عندي، ما يقبلون ينطوني إياها، والله المالية وقفتها. أنا مساعدة تمريض، منطيني درجة حرفي أول، بس أنا أقعد يومية على اللقاحات 120 130 طفل، ولساعة 2:30 يلا نطلع بالسبعة نجي. وهالوزيرة المالية قاعدة مثل ما إحنا قاعدين، وزير الصحة قاعد يمشي معاملات مثل ما إحنا. الأطباء تعبانين، الصحة تعبانة، ليش ما يعطونا حقوقنا؟ ليش ما يمشون مخصصاتنا؟ الله يقبل، محمد يقبل، خلي يقعدون ساعة مثل ما احنا نقعد، دا نمشي مراجعين، دا نمشي مرضى، دا نمشي، ليش مغدور حقنا؟ البارحة طفل مات سواه من اللقاحات، كله كذب، كله كذب. المواطن يتبلع العالم، الموظف يتبلع، احنا 100 مرة اعترضنا و100 مرة كتلونا، 100 مرة يسبونا، 100 مرة يغلطون علينا، 30% ما يشملونا بها، ليش؟ الله يقبل، محمد يقبل. أنا مخصصاتي عاصم بها صار شهرين، وأنا صاحبة 9 أيتام، وقاعدة صار لي 20 سنة، 27 سنة خدمتي،
27 سنة خدمتي، هسه ما يقبلون ينطونا؟ وأنا أناشد وزير الصحة، أناشد وزير المالية يصرفون المخصصات، أنا مساعدة تمريض وكاتبيني حرفي أول، ليش يغدرون حقنا؟ خلي يمشوهن. بسم الله الرحمن الرحيم. خرج اليوم الأطباء من كافة محافظات العراق وذلك للتنديد بالفساد المستشري في مفاصل وزارة الصحة وكذلك الحال السيء الذي يعانون منه الأطباء بالذات. يعني الأطباء لديهم الكثير من المشاكل والمعوقات باعتبار الطبيب هو العصب الرئيسي لوزارة الصحة. مثلا الوزارة لا توفر للطبيب دواء، الطبيب الذي ليس لديه دواء كالجندي الذي في المعركة ليس لديه سلاح يقاتل به، كيف تريد من جندي يقاتل في معركة ولم تعطيه سلاح يقاتل به؟ إذن يدخل معركة خاسرة. كذلك النظام الموجود في وزارة الصحة نظام متهالك، مستشفيات قديمة، مستشفيات بها تلكؤ بالبناء، لا توجد مستلزمات طبية، أمراض السرطان منتشرة، لا توجد خطط للوقاية، مشاكل الأطباء أيضا، الطبيب لا يستطيع أن يطور نفسه لأنه محجوب عن الوثائق، وثيقة التخرج للطبيب لا يستطيع أن يدرس في الخارج ويرفد البلد بالكفاءة والعلم الجديد الذي واكب به التطور العالمي. المطلب الأول هو إصلاح النظام الصحي، المطلب الثاني هو جعل الإقامة الدورية سنة واحدة، المطلب الثالث هو إطلاق الوثائق للمجموعة الطبية بدون قيد أو شرط، المطلب الرابع هو جعل مخصصات الطبيب باعتبار شهادة الطبيب هي 6 سنوات موازية لشهادة الماجستير، وحاليا لم تحسب له شهادة الماجستير. لحد الآن هم موعدونا، قالوا من المطالب قديمة مو ولدت اليوم، صار لها أكثر من 6 أشهر، وبعض المطالب أكثر من سنة، ولحد الآن لم نجني من هذه المطالب شيئا، لذلك قررنا التظاهر للاحتجاج على هذا الحال المزري. جئت اليوم من أجل أن أطالب بعض الحقوق العامة. أولاً وزارة الصحة وزارة فاسدة الجميع يعلم، ووزارة خاضعة لمحاصصة حزبية، وكل مدير عام في هذه الوزارة يقبع في منصبه من أكثر من 5 سنوات. هذه مسألة. المسألة الأخرى، المستشفيات منهارة، لا أدوية ولا علاجات ولا أجهزة طبية، ونطالب يومياً بحل ولا يوجد حلول. جئنا من كل محافظات العراق من أجل أن نوصل صوتنا إلى وزارة الصحة، ولدينا حقوق خاصة بالأطباء، منها الوثائق المحجوبة بدون أي قانون، ومنها الإعاشة السيئة التي هي باب من أبواب الفساد، ومنها عدم وجود ساعات عمل محددة للطبيب. ممكن أن الطبيب يعمل 48 ساعة مستمرة بدون وجود أي بدل مالي. قدمنا مطالب أكثر من مرة، وآخر مطالب قدمناها سبب تخلت عنا النقابة باتفاق مع الوزارة، وجينا اليوم إحنا تنسيقيات المحافظات بدون تدخل النقابة وبدون تدخل الوزارة. الاعتصامات خرجت بسبب سوء الواقع الصحي في العراق، مستشفيات رديئة على مختلف مستويات، أدوية ماكو، أجهزة ماكو، أجهزة تعبانة، مستشفيات قديمه، مستشفيات اعدادها قليله قياسا بعدد النفوس والسكان بالمحافظات كلها. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال البصره، مستشفيات هي مبنيه بالسبعينات الستينات الثمانينات، ولحد الان هي نفسها، النفوس جاي تزيد، ناس تكثر، نفس المستشفيات، مستشفيات دائما ملوده، تفتقر للادويه المهمه، ادويه الامراض السرطانيه قليله، ادويه الطوارئ بعضها ما متوفر. طيب كذلك يعني هي يعني من تدخل المستشفى تشوف الردهات، أسرة قديمة بعضها مكسر، بعضها ما يخدم المرضى. يدخل المواطن للمستشفى ما يشوف خدمة، يشوف ازدحام، يشوف لود، يشوف طبيب مشغول، يعني أكو شهد، أكو تنشن بالموضوع. فهذا السبب الناس يعني ضجورت تحكي. كذلك إحنا من واجبنا كأطباء نتكلم، لأن هاي الناس ناسنا، ما إحنا ما يهون علينا يموت شخص بسبب ماكو دواء، أو شخص بسبب أكو جهاز ما يشتغل. كذلك
احنا اكثر من مره واكثر من موقف حكينا والوزاره وعن طريق النقابه، بس مع الاسف ما جاي يصير اي استجابه لهالمطالب هاي، وجاي يشوفون الناس ويعني خلينا نقول يعني نظرتها للاطباء وللمجتمع الطبي بصوره عامه، الناس تحمل الاطباء يعني مسؤوليه سوء الواقع الصحي، واحنا وياهم اثنيناتنا ضحايا لفساد ولنظام فاسد. اكثر يعني جماعه هنا من البصره اطباء، جينا الواقع الطبي مالتنا هناك من المستشفيات مثلا اغلب الاجهزه تلقاها يعني عاطله، ما نقدر نساعد المرضى باغلب الاوقات، اللحظات الحرجه الادويه المنقذه للحياه تلقاها ما موجوده باللحظه اللي انت تحتاجها بحيث تنقذ حياه المريض، كذلك الادويه السرطانيه تماما مفقوده، احيانا يجلبونها ولكن في اغلب الوقت هو المريض يتكفل بسعر العلاج، وهذا فشيء يعني كلش مكلف بالنسبه لهم. فاحنا جينا هنا حتى نحاول نلفت انتباه وزاره الصحه لهذا الواقع اللي احنا قاعد نعيشه، اللي احنا قاعد نعاني به، اطفال خدج يموتون نتيجه نقص الاجهزه، نقص العلاجات المنقذه بالنسبه للاطفال، للامراض التنفسيه. كل الجهود اللي احنا نحاول نسويها والالتفاتات اللي نحاول نلفت الجهات المعنيه بهذا الشيء ما تستجيب لنا، فليش احنا نلام بالنهايه على مشاكل هي بالواقع مشاكل نتيجه وزاره الصحه وسوء التوزيع الخدمات الصحيه. نحن نطالب بتحسين الواقع الصحي في العراق باكمله وليس فقط في شكل ظاهري واعلانات واهيه من قبل وزاره الصحه. احنا خرجنا اليوم لتحسين الواقع الصحي في عموم العراق بالنسبة للمريض وللطبيب، لأنه المريض والطبيب هو مرتبطين. تحسين الواقع الصحي راح يحقق لهم مطالبهم اثنينهم، يحسن الخدمات المقدمة للمريض ويحسن أيضا يعطي الأطباء حقوقهم، توفير الأدوية وتوفير بيئة مناسبة للعمل، حماية الطبيب من المطالبات العشائرية وغيرها، وبنفس الوقت توفير كل الأدوية والمستلزمات المطلوبة للمواطن العراقي للمريض العراقي. أهم شيء هو أنه في الواقع الصحي أكون مماطلة بإعطاء الحقوق، يعني من نقول تحسين الواقع الصحي يعني ماكو تحسين حقيقي. إذا الدواء يتوفر فترة ينقطع وراها ينقطع، المستشفيات يعني كلكم شايفيها المستشفيات تعبانة، البنى التحتية مالتها تعبانة، لا حتى يعني ردهات المريض، ردهات الطوارئ، كل شيء بحاجة إلى تحسين، ماكو شيء مو بحاجة إلى تحسين، كلها هي هاي، بالإضافة طبعا إلى ذلك اللي هو بالنسبة لنا يعني خلينا نقول الاهتمام بال يعني المكان اللي يتواجد به الطبيب حتى يقدر يقدم خدمات للمريض. يعني أنت من تجي بمستشفى متهالكة ما بيها أدوية ومكان ما بيها مثلا تبريد وما بي، هذا عليه انعكاسه أكيد على المواطن. فأنت من تحسن الواقع الصحي هو مو بس للطبيب، هو للمواطن أولا، الخدمة تقدمها أنت للمواطن، الطبيب موظف بالدولة يقدم خدمة للمواطن، هو هذا الهدف الأساسي، ووراها اثنيناتهم راح ياخذون حقوقهم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول شيء نحن نشكر هاي الجماهير، هاي من الاطباء، الجموع الغفيره المطالبه بحقوقها. بصراحه بالبدايه هي مو اعتصامات، هاي مجرد وقفه للمطالبه بحقوقنا كاطباء مظلومين. بغض النظر عن الاطباء المظلومين، اكو هناك حقوق عامه وحقوق خاصه بالاطباء. الحقوق العامه تخص المرضى وتوفير مستلزمات للمستشفيات، تحسين الواقع الصحي، توفير عنايه طبيه صحيحه، توفير اماكن تليق بالمرضى من المرضى العراقيين،
وكذلك هناك مطالب تخص الأطباء مثل الوثيقة، مخصصات زيادة خطورة، مخصصات راتب همينة. عندنا مطالب حقيقة هواي، وعدتنا الوزارة صحيح وعدتنا بكل شوي أماكن كل شوي، لكن ماكو أي تنفيذ، ماكو لحد الآن. إحنا نريد تنفيذ حقيقي، لا ما بعد ما نصبر حقيقة ما نصبر، لأن وعدونا كل شوي أوقات، أشهر انتظرنا أشهر سنوات، ماكو أي فعل. حاليا نريد نقول هاي وقفة، نطلب من الوزارة إنه يشوفنا وتلبي مطالبنا، لا أكثر ولا أقل. ومطالبنا مشروع أو حقه، مو تقول لا جاي نعتصم، لا جاي نسوي بلبلة بالشارع، لا جاي نأذي أحد، وما مدفوعين من أي جهة ولا دعمتنا أي جهة، مجرد دعم شخصي من أطباء فقط طلعوا مطالبوا بحقوقهم، لا أكثر ولا أقل. أول شيء وعدونا، كل ما نطالب عن طريق النقابة يوعدونا، وعدونا يوم انتظرنا. سابقا سوينا على اساس مظاهره، قالوا لنا يابا انتظرونا فد شويه، رفعوا بينا الكتب ما كنست، وصار هاي تقريبا قرابه 4 إلى 5 أشهر من الوقفه السابقه. ما سوت الوقفه، كانت على مستوى محافظات، بس ماكو اي نتيجه، ماكو بهاي الوقفه. حاليا اتفقنا انه خلاص، يعني بعد ماكو خلق مثل ما يقول طفح الكيل، نوصل لازم نوصل صوتنا للوزاره باكملها، وكل العراق هاي كل المحافظات ترى جايه، الموصل، الشمال، البصرة، الحلة، الجنوب، كله جنوب وسط وشمال كلها حاضرة إن شاء الله. الطالب حقوقها، نريد فعل، مو أقوال، مو كتب، ما نريد كتب رسمية، نريد فعل حقنا مطالبنا، لا أكثر ولا أقل. نحن مجموعة من أطباء العراق من جميع المحافظات خرجنا لنتظاهر على الوضع السيء والمتردي لوزارة الصحة بشكل عام، وعلى مستويين: المستوى الأول مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، المستوى الثاني مستوى الخدمات المقدمة للطبيب. نتكلم عن المرضى، أدوية الطوارئ المنقذة للحياة ما متوفرة، الأجهزة المنقذة للحياة ما متوفرة، أدوية مرضى السرطان ما متوفرة، أسرة الإنعاش الرئوي، الأسرة عددها كلش قليل، ما يتجاوز 2-3 بكل محافظة، وهي منقذة للحياة أيضا غير متوفرة، وتوفرها جدا قليل. بنتكلم عن حقوق الأطباء، الإعاشة باب من أبواب الفساد. تخيل إعاشة الطبيب يجيبوا له أكل قديم بايت زين، وهو مخصص له 300,000 بالشهر، يستلم من عندها فقط بحدود 75-80,000 دينار بالشهر، يستلم من عندها، يستلم على شكل أكل، والله العظيم ما ينأكل. اللي عاش ده نطالب بإلغاها، لأنه العصابات اللي مسيطرة عليها ما حد يقدر لها، نطالب بتحويها الأبد المادي. أيضا وثائقنا يا أخوان، أنا متخرج من كلية الطب، أنا وآلاف الأطباء الوياية متخرجين 6 سنوات ندرس كلية الطب، و12 سنة ما بين دراسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، تالي نخلص 6 سنوات كلية الطب حتى ورقة تثبت أنه أنا خريج ما عندي. أنا أعمل صار سنة ونص بوزارة الصحة وما عندي ورقة تثبت أنه أنا طبيب، مع العلم أنا أمارس المهنة كطبيب، وفي على عاتق إنقاذ حياة مرضى، ما عندي ورقة تثبت أنه أنا طبيب. أنا سأجي تيجي تقول لي اعطيني ورقة تثبت أنه أنت خريج من كلية الطب، ما عندي. وهذول كلهم الشباب ما عندهم أوراق تثبت أنهم متخرجين. يا أخوان هذا الوضع ما ينسكت عليه. مستشفيات ما بها أدنى ظروف العمل، بنية تحتية متهالكة، أجهزة غير متوفرة، مواد غير متوفرة، إحنا نجيبها من جيوبنا. أنا مو من واجبي أن أوفر أدوية، ولا من واجبي أن أوفر تجهيزات المستشفى، قمنا نوفرها إحنا من جيوبنا، والوزارة ساكتة ومغلسة وما لها علاقة بالوضع. حماية إن أثناء عملنا ماكو، أكو موظف حكومي يعمل بدون حماية؟ أنت تخيل يعني أنه أنت كموظف حكومي وتعمل تحت تهديد السلاح وتحت تهديد السكاكين، وكل شوية طابي لك بسلاح أو يطبوا لك فجهة معينة بالسكاكين مالتهم وبأسلحتهم، وأي ظروف عمل اللي احنا دا نعمل بيها، والمواطن يتوقع من عندنا أنه يعني احنا مقصرين أو ما نقدر نقدم له خدمة، احنا عاجزين عن تقديم الخدمة بسبب المصاعب اللي نواجهها. وإحنا إن شاء الله مع الشعب، وإحنا خرجنا نطالب بحقوق المريض قبل حقوقنا. بس احنا نريد نركز على الاشياء المهمه، تاهيل المستشفيات القديمه، هاي يعني من السبعينات اجت الشركات الاجنبيه بنتها بالعراق وبنتها بذاك الوقت على الاعداد السكانيه، يعني بما تلائم الاعداد السكانيه بوقتها، هسه مدى توالم الوقت الحاضر.
الأجهزة، نقص الأجهزة، ماذا نقدر نسوي؟ عمليات متقدمة للمرضى، وهاي بها مصالح لهواية ناس. مرضانا قاموا يتوجهون للخارج بسبب نقص الأجهزة. الأدوية المنقذة للحياة، الأدوية اللي تعالج السرطان، يعني أنا أعرف بمستشفى الإسكان الأطباء بشكل دوري يسوون كل 3 أشهر 6 أشهر حملة تبرع بينهم لتوفير أدوية للأطفال، لأن حرام يعني طفل قدامك يتعذب، وهذا اللي يسووه ما يكفي 10% من الحاجة مالتهم. زين احنا هذول هم اولادنا، انا طبيب اختصاص لكن نحكي على اطباء المقيمين دوريين، من حقهم ان هم يتدربون ويتدربون على احدث اجهزه، يتدربون ان يخدمون الناس. ماكو اي طريقه للتدريب منظمه لهم. زين اعاشتهم ما تكفيهم، انت اذا حاير باكلك وبشربك ومواصلاتك شلون تقدر تبدع بعملك؟ شلون تقدر تركز على شغلك؟ يعني راتب 900 هذا شلون يعيش انسان؟ ما مشمولين بالساعات الاضافيه، يداوم 24 ساعه الى 36 ساعه، داوم بالعطل بالاعياد، يعني هاي بالخارج حتى العطل والاعياد من الداوم بها الداوم متبرعا وينطوك اجور اضافيه. زين هذا الشيء ما متوفر للاطباء هنا، فلازم احنا نطلع، لازم يعني نثور. أول شيء والهدف الأساسي لخروج هاي الشباب وبهذا الجو الحار هو لمناصرة أبناء الشعب اللي جاي يشوفون الوضعية المزرية للوضع الصحي لأبناء العراق. أول شيء إحنا مثلا كذيقار عندنا خلال تعداد الشهر الماضي 7000 طفل مصاب بالسرطان، لا يوجد أي علاج لمدة شهر كامل لأطفال تتراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات، أمامك ملقين مرضى إلى حافة الموت بدون أي علاج، والوزارة علم بذلك، رئاسة الوزارة على علم بذلك، ماكو أي تحرك باتجاه هذا الموضوع. هاي وحدة من النقاط. المستشفيات الحكومية الأول شيء الأجهزة المتوفرة، أبسط الأجهزة اللي نقدر بها نحمي المريض ونعالجه ما موجودة. يعني عندك مثلا جهاز بيت إسكان اللي هو الكشف المبكر عن السرطان $5,000، بيت المسؤول أكثر من $5,000. العراق كله بجهازين يعني، بس يعني هاي ما يحتاج لها نظر، ما يحتاج لها هاي هيك وقفة. أدوية اللي أدوية الصدمة اللي نحتاجها بالطوارئ المنقذة لحياة المريض، أنا طبيب 7 سنوات أدرس، يجيني مريض ما أعرف شو أسوي له بسبب إنه الدورة ما موفرت له علاج، أشوف المريض قدامي يموت ما أقدر أسوي له شيء، هاي أنا طلعت على موته بهاي الشمس على مود المريض، مو على مود شيء ثاني. طلبات الأخرى اللي تخصنا كأطباء، أول شيء اللي هي حقوق بسيطة، أول شيء أي طالب بالدولة وفرت الدولة مجانية التعليم، أنا من حقي أحصل وثيقتي بعد ما أتخرج وأنجح، هذا حق أي مواطن عراقي. المجموعة الطبية ممنوعة من هذا الحق ولا وجود لقانونية لمنع هاي يعني الفقرة، بحيث أنها توكل محامي ضد الوزارة أو الجهة المعنية اللي هي وزارة التعليم حاليا تقدر تكسبها، لأن ماكو أي حق، هاي إدانة لوزارة التعليم. وراها الإعاشة، الإعاشة دي هي مصدر من مصادر الفساد حاليا موجود بالدولة. يعني حاليا الطبيب حصته بالشهر 300,000، يوصل لها بمقدار 50,000، الباقي وين؟ اليوم وقفتنا حتى نوضح شغلة مهمة جدا، انه الطبيب جاي يتعرض الى هجمة شرسة، اولا من التردي الواقع الصحي بالمجتمع، والمجتمع عاقد على الطبيب لان ماكو خدمات صحية معينة. اولا التحاليل بها نقص، الادوية بها نقص، هذا الشيء احنا ما نتحمله كاطباء، اللي يتحمله وزارة الصحة العراقية اللي المتنفذين بالدولة. انا كطبيب يعني قاعد بالطوارئ، مو شغلتي اوفر علاج، مو شغلتي اوفر تحاليل، انا شغلتي افحص
ادس تحاليل، اذا ما متوفر انا ما اتحملها. اللي جاي يصير احنا جاي نتحمل هاي الاعباء وهي مو ضمن مسؤولياتنا. المواطن من يجي يحاكيني ويعاتبني وممكن اتعرض الى اعتداء لفظي او اعتداء جسدي، وهذا انا مو مسؤوليتي، مسؤوليه وزاره الصحه اللي جايين. انا من البصره اليوم جاي حتى نبين هذه الظلام اللي جاي يعيشها الطبيب. هذه واحد عندنا، يعني عندنا نقص فظيع بالتحاليل والادويه. اكو اجهزه معينه مكان ما ادز المريض لايران او الهند حتى يسوي تحليل، مثلا البيتا سكان اللي هو الفحص امراض الثدي، الكشف المبكر امراض الثدي، ممكن اسوي اخلي لي جهاز بالبصره، اخلي لي جهاز بالناصريه، اخلي لي جهاز ببغداد. ليش العراق كله بيه جهاز واحد؟ يعني هسه هم الطبيب يتحمل مسؤوليته؟ هاي نقطه ثالثه، تحديد ساعات العمل. انا اذا اقعد 12 ساعه ساعه جاي الزم 12 ساعه طوارئ، اول 3 ساعات او 4 ساعات اتعامل ويا المريض، اخويا وعيني وعلى راسي وعدك العافيه وما اشوف شر، بعدين اخير 5 ساعات انا من 12 ساعه ما اقدر. يعني هو طاقه انتم وفروا، يعني وازنوها، خلوا عدد اطباء كافي بالمستشفيات. وإضافة إلى الراتب، يعني الراتب أبسط راتب بالموظف الدولي أكثر من راتبي، وأنا على أساس طبيب وشهادة عليا و6 سنوات دراسة بالكلية. فأنتم هاي الساعات الإضافية حسبوها أني ليش يعني ما محسوبة 12 ساعة دوام؟ يعني بالبداية هاي المظاهرة خرجت على مود محورين أساسيين، المحور الأول هو حقوق المرضى، المحور الثاني هو حقوق الأطباء. بالنسبة لحقوق المرضى أهم شغلة هي تحسين الواقع الصحي، يعني أدوية ما متوفرة بالمستشفيات سعرها يعني بالصيدليات الأهلية ما يتجاوز يعني تفاليس. يعني بالمقابل أكو أدوية غير ضرورية الوزارة موفرتها ما بها داعي، هاي شغلة. الشغلة الثانية هي توفير الأجهزة الطبية الضرورية، يعني مثلا جهاز البيت سكان سعره ما يتجاوز 5 مليون، يعني بيت مسؤول عراقي هو أغلى من عندي، يعني ليش ما يوفروه؟ يعني هو سعره بالمراكز الاهليه الفحص مالته 150 الى 200 دولار، يعني ليش؟ بعدين يجي المريض او مرافق المريض يلقي اللوم على الطبيب، مثلا من يجي للطوارئ المريض او المرافق مالته يشوف علاج ماكو، الطبيب شو اللي علاقه؟ غير الوزاره هي المسؤوله، غير اكو اداريين قائمين بالوزاره، قائمين على هاي الامور، الطبيب شو عليه؟ صح ولا غلط؟ هاي شغله. الشغله الثانيه حقوق الاطباء. حقوق الاطباء هن 4 شغلات رئيسيه، اولا الوثيقه. يعني أنا طبيب أدرس 6 سنوات، أي طالب أو أي خريج بأي كلية ثانية بالعراق أو غير دولة يتخرج يحصل وثيقة مجاني، إذا كان التعليم مجاني، إحنا الدولة تضمن التعليم المجاني، ليش لما أتخرج أنا أنطي 28 مليون؟ على أي أساس يعني؟ أنا طبيب تعبان 6 سنوات، أدرس وأخلص إقامة دورية 2 سنين، يلا بعدين يعطوني وثيقة بفلوسها مالتي أنا 28 مليون؟ هاي شنو هاي؟ هاي وين صايرة بأي دولة؟ الشغلة الثانية هي الإعاشة، الإعاشة طبعاً تعبانة بأغلب المستشفيات، إحنا المطلب الرئيسي هو تحويل الإعاشة إلى بدل نقدي، خلي هاي اسمها الإعاشة مسيطرة عليها مافيات فساد، المافيات هاي ما يقدرون يسيطرون عليها، خلي يحولون الإعاشة بدل مالي، فضت وانتهت. الشغلة الثالثة المهمة هي تحديد ساعات العمل. الموظف العراقي يداوم من 8 لـ 2 ياخذ راتب عليها، الطبيب يلزم خفارة، الطبيب أو الممرض أو أي واحد يلزم خفارة بالكادر. يلزم خفاره من ورا 2 لحد 2 الصبح، ليش ما ينطوها عليه ساعات اضافيه؟ يعني نفس الطبيب راتبه اول ما يتخرج 900,000 او 850، الى متى يبقى راتبه هالقد وهو يداوم الخفاره مالته 12 ساعه او 24 ساعه؟ صح ولا غلط؟ اكو موظف يداوم 12 او 24 ساعه وراتبه 900,000، من يقبلها؟ صح ولا غلط؟ خرجنا اليوم لشيئين، الأول تحسين الواقع الصحي، توفير أدوية السرطان، أمراض الثلاسيميا. أكو أمور يعني الشعب العراقي ما يدري بها، ما معقولة بيت سكان اللي هو جهاز فحص مبكر لأمراض السرطان موجود بس ببغداد والنجف، هو سعره شقد؟ 5 مليون دولار، بيت مسؤول يجوز أكثر، بيت مسؤول أكثر، هو 5 مليون دولار ما يقدرون يوفرونه.
يعني مريض السرطان يروح لبغداد على مود يفحص ويرجع. هاي الوحدة. ثانيا اكو امور الشعب العراقي ما يعرفها، مثلا عدم توفير ادويه منقذ الحياه. يا اخي مثلا يجيني مريض عنده جلطه قلبيه، ما موجود علاج اكتليز، البصره كلها ما موجود علاج اكتليز، بيش حال شو يسوي؟ يتوفى المريض، وبالمقابل الطبيب يصير بالوجه وجه المدفع. فهالشيء غير مقبول. هاي التظاهره تعريه للوزاره طبعا وفساد الوزاره. الشعب العراقي المفروض يعرفه، من يجي مواطن ويتوفى بعدم توفر ادويه لا يرقى اللوم على الطبيب. هاي اليوم برينا ذمتنا قدام الشعب العراقي. ثاني شغله اكو حقوق للاطباء. الوزاره بصراحه يعني قاعد تتصرف تصرفات ما اعرف، يعني بحيث تعطي كتاب ورا شهرين تلغي كتاب هي صدرته تلغيه بملحق. ما معقوله اني اتخرج من كليه الطب وادرس واهلي تعبون علي واتخرج وبعدين اعطي 28 مليون دينار عراقي على مود استلم وثيقتي اللي هي مجانيه. هاي مخالفه دستوريه، الوزير المفروض يعرف بها، بس ما اعرف يعني هل هو يستغفلنا؟ الاطباء مو مغفلين، يعرفون كل زين. هاي التظاهره لكسب الراي العام اولا، لتوضيح الشارع الجاي يصير بالدائره الصحيه للشعب العراقي. راح نلوح بشغلات بعد اكبر واعظم بالمستقبل اذا ما استجابت الوزاره لهذه المطالب. خلي يعرف الشعب العراقي هذا الواقع الصحي، هذا الواقع الصحي، علاج ما متوفر، علاجات منقذه للحياه ما متوفره، علاج امراض سرطان ما متوفره. يعني تخيل مريض ابنه عنده مرض سرطان وما عنده علاج. تخيل شنو جاي يعاني؟ ويشوف الطبيب قدامه هو الممثل عنه. هذا الشيء غير مقبول، احنا طلعنا اليوم لغرض توضيح هذا الامر. احنا اطباء العراق جمعنا تقريبا من اغلب محافظات العراق، اغلبنا هم المقيمين الدوريين سواء اكيوت او كرونيك، اكو بينا يعني هوايه برمننتيه، اكو بينا هوايه اخصائيين اجوي. اجينا بهذا الحر، اجينا من محافظات بعيده، انا بالنسبه لي من محافظه البصره، طلعت امس بالليل يعني 7 ساعات وجيت حاليا واقفه بالشمس. على مود شنو؟ انا يعني ما ولا عايفه ديوتياتي وعايفه مستشفى مالتي وعايفه خفاراتي على مود شنو؟ جايه على مود ابين انه احنا جاي نعيش حاله ماساويه ما حد حاس بيها، جايه انه يعني نفتح قلبنا للشعب ونحكي وياهم كحكي ودي، لانه اخر فتره صارت يعني صارت العلاقه مثل خلينا نقول بين الطبيب والشعب كلش متوتره، فاحنا نريد نبين وجهه نظرنا من هذا الموضوع، احنا نريد نقول لهم انه احنا من تجي مثلا انت للطوارئ وتضوج من الطبيب وتعصب عن الطبيب لانه الطبيب ما عند لانه لقيت ماكو دواء مثلا او الطبيب كتب لك غير الدواء اللي انت تريده، ترى مو بسبب الطبيب، الطوارئ ما موفره ادويه، يعني كل سنه احنا نهايه السنه تقريبا من شهر 10 شهر 12 وتمتد للسنه الجديده احنا مغذيات ما عندنا، ليش؟ والله لانه احنا نهايه السنه وعلى ما تنقر الميزانيه الجديده، مع انه احنا وزاره الصحه المفروض هي يعني هي اعلى ميزانيه من ضمن الوزارات، ماكو شيء اسمه يجي مريض اقول له اطلع برا، اجى مريض عنده صرع اقول له جيب لي ديازي من برا، شنو يعني ترى يعني اوفر يعني هسه احنا ما مطالبين بشيء. جهاز البي تي سكان للمرضى السرطان، دائما هذا الحكي المتعارف بالشعب انه والله مرضى السرطان ما يعالج بالعراق، لا يطلع للهند، زين هو ما سال نفسه ليش يطلع للهند؟ لانه جهاز بسيط مثل جهاز البي تي سكان هو جهاز تشخيصي وجهاز كلش مهم ما موجود. هسه اخر فتره يلا توفر ببغداد فقط، لهذا الناس تضطر تطلع، اطبائنا والاخصائيين يدزوهم برا حتى يسوون التشخيص ويرجعونهم، فاحنا نريد نبين للناس يا ترى احنا مو ذنبنا، وشوفونا احنا طالعين بنص الشمس بنص الحر جايين بيوتنا عايفين اهلنا عايفين مستشفياتنا وخفاراتنا على مود شنو؟ اهم مطلب من مطالبنا هو انه نوفر الادويه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور علي العوادي رئيس فرع النجف لنقابة أطباء العراق. أتينا اليوم لسنا كنقابيين بل كممثلين أو كأعضاء ضمن هذه النخبة الطيبة من أطباء العراق، حيث قامت نقابة الأطباء العراق بتأجيل المظاهرة ولها أسبابها،
لكن أطباء العراق أبوا اليوم إلا أن تكون لهم بصمة وهو حضورهم بالمكان والزمان الذي تم تحديده. أتينا اليوم لنضع صرخة بوجه نظام صحي بائس أدى إلى عدم وأثبت عدم جدواه من خلال عدم قدرته على توفير خدمة طبية متميزة للمريض ومجانية. كذلك لم يعطي الحق للطبيب نتيجة لما يقدمه من خدمات. فنظامنا الصحي ووزارتنا لم تضع خطا أحمر تجاه الاعتداءات التي يتعرضها الأطباء. كذلك لم تعطي للطبيب حقه، فسنوات من الدراسة لم يجد لها طبيب فرقا عن أي بكالوريوس. جميع الحقوق محفوظة لجميع الزملاء بالدفاع عن حقوقهم المسلوبة، فكانت لهم بصمتهم اليوم، ومن الله التوفيق.